النوم لابن القيم رحمه الله معه حديث قال رحمه الله كما في ذات المعاد قال وأنفع النوم على الشق الأيمن. لما؟ كيما يستقر الطعام في المعدة استقرارا حسنا، وذلك لأن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر. فيقول رحمه الله فيكون النوم على الشق الأيمن بداية الإنسان ونهايته. ثم قال رحمه الله وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب. لما؟ لأن الأعضاء تميل مع القلب، فإذا مالت هذه الأعضاء مع القلب أو على القلب تأثر القلب بميل هذه الأعضاء. ثم قال رحمه الله وأغدأ النوم النوم على الظهر. اللهم إلا إذا كان الإنسان مستلقيا من غير نوم من أجل أن يستريح وأن يأخذ قسطا من الراحة فإنه لا رداءة في ذلك، أما النوم على الظهر فإنه رديء. قال رحمه الله وأبدأ منه النوم والإنسان منبطح على وجهه. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد نام على بطنه منبطحا وعلى وجهه، فركضه عليه الصلاة والسلام برجله وقال قم واقعد فإن هذه نومة جهنمية. ويؤكدها ما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ضجعة يبغضها الله. فالنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها، مريح للقوى النفسية التي في باطن الإنسان. ثم قال رحمه الله ونوم النهار يورث الأمراض الرطوبية ويفسد اللون ويرخي العصب ويكسل إلا في الصيف في الهاجرة. قال وأردأ منه النوم في أول النهار، وأردأ منه النوم بعد العصر. ولذا ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى أحد أبنائه نام بعد الصبح أيقظه وقال أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. ولذا صح عن بعض الصحابة كما صححه ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه قال، هذا الصحابي رضي الله عنه قال النوم في أول النهار خرق، يعني من ينام بعد الصبح أخرق، يعني لا يحسن التصرف ولا يحسن ما يصلح نفسه ويصلح دنياه. والنوم وسط النهار خلق، وهو نوم القيلولة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما حث عليه في سنته عليه الصلاة والسلام. والنوم آخر النهار حمق، ولذا إذا نام الإنسان بعد العصر تراه سيء الأخلاق في غالب الأحوال. ولذا يقول بعض السلف من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. ولذا قال الشاعر ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنود. قال رحمه الله فالنوم في أول النهار في الصبح حرمان إلا لعلة أو لضرورة. قال وهو مضر بالبدن جدا، لأنه يرخي البدن ويفسد الفضلات التي ينبغي أن تفرق في البدن وأن تحلل بالرياضة، فيحدث تكسرا وعيا وضعفا. ثم قال وإن كان هذا النوم قبل الحركة ومع إشغال المعدة بالطعام فذلك الداء العضال لأنواع الأدواء. ثم قال رحمه الله والنوم في الشمس يثير الداء الدفيء، والنوم بين الشمس والظل أردأ منه. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أنه نهى أن يجلس الرجل بين الظل والشمس، وقال عليه الصلاة والسلام هو مجلس الشيطان.